السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم، معكم في مراجعة جديدة، وهذه المرة لهذا الجهاز، جهاز ستار تراك، وهو طبعا جهاز خاص باستقبال القنوات كما تشاهدون. اساتي 5500 لو اتش دي بلس، يعني يدعم على اتش دي بطبيعة الحال. ايضا ماذا لدينا؟ لدينا نظام دي في بي، لدينا التايم شيفت و الام بي كات، طبعا فيديو ياتي بي يو اس بي، يعني مشاهدة الفيديوهات عن طريق منفذ يو اس بي و جي بي، يعني الصور يقرأ الصور، يقرأ الام بي 3 و دي في بي اس 2 ساتلايت. ايضا ياتي بي 1000 اتش دي ام بي كات كما قلت اس جي 2 جي. طبعا به ايضا سيرفرات، سيرفر خاص بالشركة يدوم لست اشهر بعد التفعيل. وايضا هناك تطبيق على اليوتيوب طبعا لمشاهدة القنوات، لمشاهدة فيديوهات خاصة باليوتيوب. ايضا هنا بعض المعلومات، دي كما ترون. الجميل في الأمر هو حجمه الصغير، يعني أقل من شبر، يمكن وضعه خلف التلفاز وبالتالي لا يظهر فقط، ويعطي شكل جميل في المنزل. طبعا سننتقل مباشرة للفيديوهات لنرى كيف يتم تشغيله في التلفاز. ألقاكم بعد قليل.